المغيبون والمفقودون في العراق، والحديث ليس عن شخص أو مجموعة أشخاص، بل عن عدد يتراوح بين ربع المليون والمليون شخص بحسب اللجنة الدولية للمفقودين، وهو أعلى عدد للمفقودين في العالم بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ملف شائك ومعقد ناتج عن إهمال الحكومات العراقية السابقة التي وصفتها شبكة حقوق الإنسان في العراق بأنها لا تؤمن بحقوق الإنسان، في حين قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن إنهاء هذا الملف بحاجة لقرار من خارج الحدود العراقية. الحكومة تتعاقب كتعاقب وعودها بكشف المستور الذي لا يزال مستورا حتى الآن. السنوات تمر والمعاناة تتفاقم، الأمل المتلاشي لا يزال القشة التي يتعلق بها ذوي المغيبين والمفقودين. المنظمات والجمعيات والجهات المعنية وذوي المغيبين والمفقودين جميعهم يبحث عن إجابة شافية عن مصيرهم، وأن لجبروت الطغاة أن يجيب. مطالبات بتشريع قانون يحسم ملف المفقودين، لكن المشرع مشغول بتقاسم المغانم. وبعد يأس من حلول داخلية دولت القضية، وتدخلت الأمم المتحدة وأرسلت فريقا دوليا إلى بغداد للتحقيق، أعقبه تحرك للقضاء العراقي لمتابعة الموضوع، تزامن معها أو أعقبها دعوات وقرارات أممية للتحقيق في جميع حالات الاختفاء وكشف مصير المفقودين وأماكن وجودهم وإعادة المحتجزين إلى أسرهم وتحديد المسؤولين عن عمليات الاختطاف والقتل ومحاكمتهم، وجميعها محاولات انتهت إلى ذات نهاية ملف المفقودين والمغيبين، بين حياة تحت جلباب موت وموت بدون شهادات وفاة أو تأبين أو عزاء أو شواهد على قبور تحكي فصول الجريمة الكاملة. أصابع المكلومين تخشى أن تشير إلى الجنات، فلا تزال سبابة السفاح محنية على زناد سلاح الجريمة، وسيف القاتل لا يزال خارج غمده، وعصا الجلاد لا تزال تهوي على ظهور الأبرياء. نظرات حائرة وأجساد خائرة، وخلف كل سؤال من قريب أو حبيب لمغيب أو مفقود ألف علامة حائرة. أين اختفوا؟ وكيف؟ ولماذا غيبوا أو فوقدوا؟ وأي مكان مشؤوم يحتفظ بأسرار مآسيهم؟ والسؤال المهم، هل سيعودون يوما ليحكوا الحقيقة؟ أما السؤال الأهم، من الجهة التي غيبتهم واختطفتهم ولصالح من تعمل، وما غاياتها من أفعالها هذه؟ الأمكنة التي تجمعهم وحدها من تعلم حقائق ما جرى ويجري لهم ستنطق يوما ما، وستحكي أبشع مآسي الإنسان العراقي على مر العصور. هي جرائم بكل المقاييس بحق الإنسان، يشيب لها الولدان، يختزلها طفل شب وعيناه ترنو صوب الدرب القريب من مسكنه، علّه يقود والده المفقود منذ سنوات. سؤال أكبر من الحياة ذاتها في كلمة واحدة أخرس العالم أجمع: وينهم؟